أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. الانتربول السعودي يسترد مطلوبين للمملكة، وتكريم 140 مواطنا ومواطنة أعادوا قطع أثرية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية ينظم مؤتمرا للاكتشافات الدوائية يوم غد. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف أناقشها بإذن الله في حلقة الوطن اليوم؟ 3 أشخاص يعتدون بالضرب على معلم بأسلحة بيضاء وعصا غليظة في حي النهضة بالرياض. 31 شركة تحت مظلة الجناح السعودي في معرض جايتكس في إمارة دبي، وفقدان 50 مليون ريال من خزينة نادي الاتحاد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم وعلى غير العادة سوف نبدأ بفيديو الوطن اليوم. الفيديو سوف يكون مميز لدقائق مميزة أكيد لشعب مميز. من هم؟ هم أكيد شعب الفراعنة، أكيد الأبطال المصريين. مشاهدينا، لن ينسى السعوديين أن الدقيقة 63، هذه الدقيقة 63 التي سوف تبقى ذكرى جميلة تتغنى بها الأجيال على مدار التاريخ، وذلك عندما يدق كأس العالم طبوله في الصيف المقبل، حيث سجل محمد صلاح هدف التقدم للمنتخب المصري الشقيق في الدقيقة 63، معلنا فرح الشعب المصري أمام منتخب الكونغو وفوزه في تسجيل أولى الأهداف في المباراة التي كسبها المنتخب المصري بنتيجة 2-1. هذه الدقيقة ذاتها زفت السعودية ومصر إلى مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك عندما أطلق فهد المولد صاروخ لا يكاد ينسى، وكأنك تراه حتى هذه اللحظة جاعلا الجماهير السعودية تفرح منذ ذلك الوقت. مشاهدينا الكرام، طبعا هذا الفيديو حنا حبينا اليوم أن نعرضه عليكم، وأيضا حبينا أنكم تكونوا جزء من هذه الأفراح. أكيد بذكركم أنكم قاعدين الحين تشوفون برنامج على الهواء مباشرة عبر الفيسبوك وأيضا عبر اليوتيوب. خلونا أول شيء نشوف صوت وصورة الهدف اللي سجله محمد صلاح. يقول المخرج ما في صوت، طيب خلينا نشوفه بس كذا من غير صوت، خلينا نشوف مع بعض المقطع وعقب نبي نشوف فيديوهات أكثر. مشاهدينا، ايضا ما نقدر ننسى فرحة السعوديين، كانوا السعوديين فعلا والاماراتيين والاكيد السوريين والاردنيين او اكيد اخواننا ايضا في المغرب، الوطن العربي كله كان امس يتابع مباراة مصر مع الكونغو. انا بوريكم الحين مقطع، المقطع هذا ما هو في مصر، لا هذه كانت سعادة السعوديين لحظة حصول الهدف اللي حققه محمد صلاح. نشوف المقطع مع بعض. إذا
إذا مشاهدينا الكرام أكيد أنا بنتظر، بكون أكيد بانتظار تعليقاتكم وأكيد وتفاعلكم معي على الهواء مباشرة. وبذكر أيضا أنا أمس في الليل الفجر يعني حتى مش في الليل تكلمت على حسابي الخاص أيضا على تويتر وقلت أن أي تعليقات ومباركات أكيد للفراعنة أكيد تقدرونكم تعلقون وتباركون على حسابي أنا الشخصي، وأنا بنهاية الحلقة بستعرض التعليقات هذه مشاهدينا. وأيضا الحين أنتوا قاعدين تشوفون برنامج على الهواء، التعليقات اللي حابين ننشرها لكم بس اكتبوا الحين أسفل الشاشة تهانيكم وتبريكاتكم للشعب المصري، وفعلا يستاهل يستاهل بعد صبر دام 28 سنة. مشاهدينا بداية أخذنا الحين نروح موضوعنا الأول، موضوع مستغرب وغريب أيضا على الشارع السعودي، حيث أقدم 3 أشخاص مجهولي الهوية بالاعتداء بالضرب على معلم ابتدائية مستخدمين بذلك أسلحة بيضاء وعصا غليظة، وذلك أثناء تواجده في حي النهضة بالرياض بعد خروجه من المدرسة. وقال مصدر مطلع إن المعلم الذي يدرس في ابتدائية بحي النهضة، هذه الابتدائية تابعة لمكتب تعليم قرطبة بالرياض، قد خرج الظهر ذاهبا إلى محل تجاري، ولكن الجناة كانوا يراقبونه حتى توقف عند المحل الذي وجده مغلقا، وعندما هم بالتحرك توقفوا وراءه بمركباتهم وحاصروا، ثم هاجموه على غفلة منه بالطعن بآلة حادة والضرب بعصا غليظة وفقا لصحيفة سبق. هذا وأجرى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اتصالا هاتفيا بالمدرس الذي تعرض للاعتداء. قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يتابع موضوع الاعتداء على المعلم مع الجهات الأمنية. مشاهدينا والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياض المدرس مشرع البقومي المعتدى عليه. هلا ومسهلا أخوي مشرع، بداية حادثة أليمة، أنا أتوقع اللي سابق الاعتداء اللي حصل عليك هو بنفس يوم الاحتفاء بالمعلم، هذا الاحتفاء اللي مفروض يكون عالمي، لكن للأسف طبعا أنت تم الاعتداء عليك، احكي لنا كيف الاعتداء جرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم في قناة الآن على هذا التواصل الغير مستغرب حقيقة وتفاعلكم مع جميع الأحداث ليست فقط المحلية وإنما المحلية والإقليمية والعربية. هذا واجب حقيقة طبعا. الله يعطيك العافية أختي، حقيقة اللي حدث هو الاعتداء يوم الأربعاء، لكن احتفال يوم المعلم كان يوم الخميس. فبالتالي كان حدث حقيقة كما ذكرتي، حدث غريب، حدث يعني لا نعرفه أبدا في الشارع السعودي. صحيح. أنا لا أستطيع حقيقة أن أذكر تفاصيل أكثر من التي ذكرتيها وعلقت عليها من الأخبار، وهي يعني متداولة ومعروفة كون القضية حتى منظورة، لكنني أريد أن يعني أتحدث معك في بعض النقاط. أولا أنا أحمد الله عز وجل على قضائه وقدره والحمد لله على كل حال. طبعا الطعن التي جاءت في الخلف كان بينه وبين رئة 1 سم فقط، يا الله الحمد لله على السلامة يعني، لكن الجهات الأمنية عندنا ولله الحمد قبضت على أحدهم، وبإذن الله سيقبض على الباقين إن شاء الله قريبا. دعم. أنا أشكر معالي الوزير الدكتور أحمد العيسى حقيقة على تواصله وتفاعله، وهو اتصل فيني شخصيا وكان على تواصل دائم مع المكتب ومع المدرسة في قضيتي، واهتمام كبير من الوزارة بنفسها، لأن هذه القضية لا تمس شخصي بل هي تمس مهنة التعليم. فبالتالي هذه المهنة العظيمة حينما يتم الاعتداء على أحد منسوبيها لابد أن يقف الجميع وقفة صارمة وقفة جادة، وهو ما حدث ولله الحمد من الوقف الشعبي والرسمي والإعلامي، كل هذه التغطيات لم تأتي من فراغ. كما أشكر الجميع وأخص بالشكر منسوبي مدرستي الحقيقة الذين كانوا معي من بداية الحدث من الظهر ونقلوني وكانوا بصحبتي مع الهلال الأحمر إلى آخر الليل، كانوا معي قائد المدرسة الأستاذ يوسف السليس وزملاء كرام كلهم يعني كانوا معي قلبا وقالبا، ومدير المكتب بمكتب قرطبة الأستاذ سهم بعجاني، فلهم مني خالص الشكر والتقدير. وأنا أحمد الله عز وجل والآن إن شاء الله بخير ولدي تقرير طبي، لكن لن أستطيع أن أتكلم معكم في كثير من التفاصيل كون القضية منظورة، وقد وكلت لها محامي وهو الأستاذ فهد الراجحي مكتب محمد معروف عندنا، وبإذن الله قريبا إن شاء الله تخرج مزيد من التفاصيل. لكن الذي أريد أن أتحدث عنها هذه القضايا حقيقة كثرة،
طيب أنا بسألك بس حاجة قبل لا أن نتكلم إحنا عن هذه القضايا وأهمية أيضا يعني وجود عقاب رادع لمن تسول له نفسه بالاعتداء على المعلم. هذا المعلم الذي يقوم بتربية الطالب، بتوجيهه، بأي تغيير حياته. يعني ممكن أنا بتذكر يعني في كثير من الأساتذة وعفوا المعلمات هم فعلا كان لهم دور كبير في تغيير حياتي في كثير من الجزئيات. حتى في بعض الأحيان ممكن تكون المدرسة بيئة جاذبة أكثر ما أنها تكون بيئة منفرة، وذلك من خلال وجود معلم أو معلمة مناسبين وفعلا يقدرون هم يواجهون الطالب ولا الطالبة. طب بس سؤالي، أنت تعرفت على شخصية اللي اعتدوا عليك؟ اي نعم الحمد لله استطعت نعم الحمد لله استطعت اتعرف على احدهم، والجهات الامنيه بالامس قبضوا على الذي تعرفت عليه. وباذن الله سيقبض على الباقيين. هو احد الطلاب في المدرسه؟ لا لا لا، هم شباب كبار يعني في الثلاثينات، 33 و32. زين زين. لان صراحه انا بقول لك شيء، لكن 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 المؤسف اختي يعني العجيب انه حينما كنت في المركز، مركز الشرطه وهو في حي، يعني لا اريد ان اقول مركز الشرطه الرئيسي بل هو مركز تابع لاحد الاحياء، كان قبلي 4 معلمين معتدى علي. طب وش السبب؟ هل يعني تم معرفه ايش سبب ان هذول العصابه خلى بقول لك اللي قاعدين يضربون المعلمين؟ سم ما الحقيقة يعني انا الخامس يعني في لحظه واحده يعني اقول لك في مركز يعني ما هو المركز الرئيسي. انا استطيع ان اعمل احصائيه ولكن ربما تكون ارقام اكثر من ذلك. حقيقه الوزاره لدينا ممثلة في معالي الوزير الدكتور أحمد عيسى، لا شك أن هذه الأفعال لا ترضيهم، وقبل ذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، القيادات العليا لا ترضيهم مثل هذه الأفعال. لكن أعتقد حقيقة أنه حان الوقت أن تسن قوانين صارمة محددة مقننة يعرف الجميع فيها حده. أما قضية أن تجعل يعني هذه القضايا اعتداء يعني كاد أن يحدث قتل بينها وبين الرئة 1 سم، يعني الأمر ليس بالامر الهين ابدا. لا اكيد. ولا فبالتالي لابد ان تكون هناك عقوبات رادعه معروفه حتى يرتدع الجميع، لان هذه القضايا حينما يعني ليس فقط المعلمين بل المعلمين والاطباء وغيرهم والممرضين والممرضات في بعض الاحيان، حتى في يعني بعض الاحيان الاطباء. بالضبط، يعني انا ذكرت هؤلاء المعلمين والاطباء لان على مستوى العالم اكثر الاعتداء يحدث على يعني من يمارس مهنه التعليم ومهنه الطب، فبالتالي هؤلاء لانهم يواجهون الناس. الطبيب والمعلم يواجهون الناس، وهؤلاء الناس لديهم ردات فعل، فإذا ما ضبطت ردات الفعل بعقوبات صارمة قد يتمادى الأمر إلى أكثر من ذلك. فأنا أعتقد أن حان الوقت أن تعلن وزارة التعليم عندنا في المملكة عن قانون حازم وصارم يحفظ حقوق المعلمين ويجعلهم يمارسون مهنتهم بكل أريحية بدل أن يخافوا على أنفسهم. يعني الآن هل سأمارس مهنتي أم سأخاف على نفسي أم زميلي سيخاف على نفسه؟ يعني صحيح. يعني بالتالي سيشتت الجميع. لكن حينما تكون الوزير، انا على يقين معالي الوزير احمد العيسى تواصله والاستاذ مبارك العصيمي والدكتور عبد الله المانع مدير التعليم بالرياض جميعهم تواصلوا معي، وزارني بقى كثير مسؤولي وزاره وما زالوا يزوروني الى اليوم لله الحمد. فانا على يقين ان شاء الله لعل هذه الحادثه تكون ان شاء الله يعني بدايه النهايه لهذه الاحداث المأساويه ان شاء الله. ان شاء الله. انا طبعا ايضا بدوري يعني اقول لك الحمد لله على السلامه. وفعلا طبعا انت يعني معلم، ومفروض فعلا ان يكون الاحترام دائما موجود للمعلم او للمعلمه. وايضا انا معك ايضا اضم صوتي لصوتك باهميه ايجاد قوانين رادعه. هذه القوانين تخلي اي شخص يبغى يعتدي على معلم، على معلمه، على طبيب، على طبيبه يفكر من هنا لسنه قدام. عموما انا اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، الأستاذ مشرع البقومي المعتدى عليه في حادثة الاعتداء اللي كانت تقريبا قبل 6 أيام في الرياض. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وفي موضوع آخر، تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض جايتكس للتقنية 2017 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 حتى 12 من أكتوبر الحالي. ويبلغ عدد الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح السعودي الذي تنظمه الصادرات السعودية في المعرض 31 شركة وطنية متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. تأتي هذه المشاركة استجابة للارتفاع الذي سجلته صادرات القطاع ذات التقنية العالية في المملكة، حيث سجلت أعلى ارتفاع لها في عام 2016 مقارنة مع ما حققته منذ عام 2012.
ويعود ذلك إلى ارتفاع أداء الصادرات الوطنية خلال الفترة، حيث شكلت ارتفاعها نسبة 12% منذ عام 2012. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن داخل معرض جايتكس في دبي المشرف على جناح وزارة الداخلية السعودية دكتور أحمد الميمان. هلا مسهلا دكتور، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. من خلال مشاركتكم في معرض جايتكس لهذا العام، ما الجديد من تقنيات حديثة للداخلية السعودية التي تعرضونها اليوم في المعرض؟ بداية أهلا وسهلا فيكم وأرحب فيكم في جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة 37. نحن نشارك حقيقة هذا العام بروح جديدة وطابع عصري يواكب النقلة النوعية التي وصلت لها وزارة الداخلية في تقديم خدماتها التقنية وإتاحتها لمستفيديها من مواطنين ومقيمين وزائرين، وفقا لما تطمح له قيادة بلادنا المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات سمو سيدي ولي العهد ومتابعة ومؤازرة سمو سيدي وزير الداخلية. طبعا هذه المشاركة هي المشاركة الثالثة لنا على التوالي، وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى الاستفادة من سلسلة النجاحات التي حققتها مشاركتها خلال العامين الماضيين، والتي يعني تبرز دور المملكة الريادي في مجال تقنية المعلومات، وتجسد إيمان الوزارة الراسخ في تنفيذ ودعم رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق منها بالجانب التقني وهو التحول إلى الحكومة الإلكترونية 2020. نعم دكتور أحمد، ما الجديد في هذا العام الذي تميزتم به؟ أنا أذكر للأسف العام هذا أنا ما زرت يعني فعلا جناح وزارة الداخلية السعودية، لكن العام الماضي كنت موجودة اطلعت على الكثير من التكنولوجيا والأمور المتطورة التي تقدمونها، وخاصة كلها ما أعجبني يعني فعلا كل ما تقومون بتقديمه هو بصالح المواطن وخدمة وتسهيل للمواطن. على سبيل المثال العام الماضي أنا شفت كان في ركن الأحوال الرياض بالتحديد، كان في العربات المتنقلة اللي كانت فعلا لها دور أيضا أنها تدور بعد كذا في السعودية، وأيضا تسليط الضوء على كل الخدمات المقدمة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا العام الجديد المتميز كما عودتمونا دائما دكتور أحمد. أول شيء يعني مشاركتنا هذا العام تأتي بجناح تفاعلي يحتوي عدد من الأركان المتميزة روعي فيها تمدد المحتوى المقدم مع الخدمات، بمعنى أنه إحنا الزائر اللي يأتي لمنصة وزارة الداخلية يرى كافة الإجراءات أو كافة التعاملات الإلكترونية لايف تعمل أمامه. الجناح عندنا أو المنصة التقنية مكونة من 4 أركان: الخدمات والأنظمة التقنية، التطبيقات والأجهزة الذكية، التقنيات والأنظمة الأمنية، والمنصات الوطنية الداعمة بشكل مباشر للتحول الرقمي. لو تكلمنا مثلا عن الخدمات والأنظمة التقنية، يوجد عندنا مركز الأمن الإلكتروني، مركز استقبال والتواصل الإلكتروني، بوابة ريادة، بوابة خدمات سلامة، المنصة الوطنية للحوسبة، بوابة تم المرورية، المراصد الأمنية، مسرعات واستقبالات الابتكار، بوابة مقيم، نظام الأمن. مشاركين هذا العام تحت شعار أبشر، وهو الأول مرة طبعا كما تعلمي أنه أبشر في المملكة العربية السعودية لا تعد فقط منصة تابعة إلى وزارة الداخلية. صحيح. هي منصة وطنية يستطيع المواطن والمقيم والزائر تنفيذ كافة معاملاته التي تقدمها وزارة الداخلية له إلكترونيا من مكان تواجده. السنة هذه الجديد أنه إحنا أضفنا أبشر أعمال هو موجه لقطاع الأعمال، لذلك فبالتالي الآن أصبحت منصة أبشر ليست محصورة على خدمات وزارة الداخلية بل منصة وطنية. نعم. إضافة تفضلي. نعم. نعم. يعني أنا عارفة دكتور صراحة ما شاء الله عليكم يعني معلومات كثيرة أنا حابة أني أخذها منك، وأيضا أنا أتشرف أني أدعوك أيضا ببكرة أيضا حلقة أخرى نتكلم أيضا بشكل موسع، بس أنا اليوم يعني شوية الوقت عندي ضيق، بضطر أني
أختم الفقرة هذه، ودعوة مني أكيد أن بكرة حلقة بكرة أيضا نسلط الضوء على يعني جهود وزارة الداخلية وما تقدمونه أيضا بكل المجالات دكتور، وأيضا جديدكم في معرض جايتكس. أما الآن أشكر كل الشكر لوجودك معي في برنامج الوطن اليوم الدكتور أحمد الميمان المشرف على جناح وزارة الداخلية السعودية، كنت معي عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وقبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري، وفيها مركز الملك سلمان للإغاثة، قدمنا الدعم لأكثر من 80 مشروع لصالح أطفال اليمن ونقدم الكثير من المساعدات للمدنيين، هدف والهيئة السعودية للتخصصات الصحية تبدأ آن التسجيل في برنامج مكافحة العدوى لخريجات كليات العلوم، ومركز الملك سلمان للإغاثة قدمنا أكثر من 66 مليون و700 ألف دولار لمواجهة انتشار داء الكوليرا في اليمن. مركز الملك سلمان للإغاثة السعودية قدمت أكثر من 8 مليارات دولار كمساعدات لليمن منذ أبريل من عام 2015. مشاهدينا فاصل قصير ولنا عودة مع برنامج الوطن اليوم. حياكم الله من جديد. أشاد عضو إدارة نادي الاتحاد السابق المستشار القانوني عمر الخولي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى ملف الديون إلى أو ملف الديون إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا في ظل العبث المالي الذي تعرض له النادي العريق منذ أعوام ماضية. وقال إن عين الهيئة العامة للرياضة رأت أنه آن الأوان لكشف الحقائق المغيبة عن الشارع الرياضي سواء لمحبي النادي أو حتى المهتمين بالرياضة حتى وإن اختلفت ميولهم. فما حدث داخل أروقة أحد الركائز الأساسية لكرة القدم السعودية لا يعجبهم لما يمتلكه من تاريخ مديد حافل بالبطولات والإنجازات. مشاهدينا الكرام، وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ومن الرياض ناصر الغربي الكاتب والناقد الرياضي والأمين العام لملتقى إعلاميون. هلا ومسهلا أستاذي، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. طبعا أنا اليوم لفت نظري فعليا يعني التصريح خلي بقول لك الساخن اللي كان قد أطلقه المستشار السابق لنادي الاتحاد أو عضو نادي الاتحاد السابق، وأيضا هو كان مستشار قانوني عمر الخولي، طبعا بتحويل الهيئة العامة للرياضة ملف الديون إلى هيئة الرقابة والتحقيق فيما يتعلق بنادي الاتحاد. أنا هالحين ما بقدر أقول الكلام هذا صح ولا الكلام هذا مو بصح، لأن بالنهاية يعني أنا كإعلامية وعلى قناة تلفزيون لما بتكلم وبأكد الموضوع يعتبر كأني أنا قاعدة أدين النادي، وممكن يطلع بريء ويمكن يطلع مو بريء. بالنهاية دائما التحقيق هو لما تطلع النتائج احنا نقدر عقب ان احنا نقرر، لكن انت يعني ناقد رياضي هل صحيح ما يقوله عمر الخولي؟ اين الصحة من كل الاتهامات التي يعني طبعا هو يطلقها على النادي؟ اسعد الله ظهيرتك اولا وظهيرة المشاهدين قناة الان، والحقيقة كما ذكر سعادة المستشار وهو رجل قانوني يعني ما يتكلم يعني اعتباطنا وعبثا، بالإضافة يعني الحديث هذا كان حديث الشارع السعودي الرياضي منذ سنوات عدة، يعني يمكن عقدين من الزمان ونحن نتكلم أن الاتحاد يتعرض إلى استغلال، يتعرض إلى العبث بمقدراته المالية، وبالتالي لم يكن هناك يعني حساب دقيق من الجهات المختصة. أعتقد قرار معالي الأستاذ تكر الشيخ بتحويل الهيئة الدعوة والتحقيق العام وفتح ملف الديون الاتحادية، واليوم يعني في حديث عن 50 مليون مختفية لا يعرف لمن انصرفت أو لأين ذهبت، أعتقد أنها يعني ليست أمور يعني اعتباطية. أتفق معك في جزئية أن ننتظر التحقيقات النهائية وما تسفر عنه، وأنا أتمنى من الهيئة العامة للرياضة وهيئة التحقيق العام أن تفصح عن هذه التحقيقات، لأن سئمنا ما يتعرض له نادي الاتحاد من تدمير. الاتحاد أحد زي ما ذكرت أحد أضلع الكرة السعودية،
واول نادي يؤسس في المملكه، وبالتالي يعني يستحق هذا النادي العريق ان 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 يخرج من هذه الازمه وهذه الدائره التي وضع فيها لعقدين من الزمان او اكثر. الامور والمؤشرات والمعطيات التي وجدت في الاعلام السعودي منذ سنوات تؤكد فعلا هذا الامر. الامر القاطع فيه هو لرجال القانون والمحققين وتقصي الحقائق في هذا الملف الساخن جدا. حل موضوع الاتحاد وكشف خباياه واظهار للراي العام الرياضي تحديدا، انا اعتقد ان احد مؤشرات تعافي الرياضه السعوديه وكره القدم السعوديه. القرارات التي اتخذها معالي رئيس مجلس اداره الهيئه في تقريبا اقل من شهر، نتكلم تقريبا ما بين 30 الى 40 قرار، في كثير من القرارات في تحويل للتحقيق والاعفاء، يعطيك مؤشر ان زمن التغاضي عن هذه المخالفات والتجاوزات ولا ان شاء الله الى غير رجعه، وان كل مقصر وكل متجاوز للنظام سيوقع عليها المعاقبه والحساب والتحقيق. وبالتالي انا اعتقد ان يعني احنا كاعلاميين رياضيين تحديدا الاكثر غبطه في هذه القرارات. نعم. أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. ناصر الغربي الكاتب والناقد الرياضي والأمين العام لملتقى إعلاميون، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا معكم لفقرة تويتر واللي سيطر فيها اهتمام المغردين بمباراة مصر والكونغو في تصفيات كأس العالم في روسيا العام المقبل، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف. ونحن في برنامج الوطن اليوم رصدنا أبرز ردود فعل السعوديين حول المباراة في عدة تغريدات، كان منها بداية الفنان ناصر القصبي بارك لمصر الفوز والتأهل وقال نحن بانتظار تونس والمغرب وسوريا. الإعلامي تركي الدخيل غرد قائلا قال لابد لكل عربي أن يفرح بفوز مصر وتأهلها لكأس العالم. أما بندر طيف فقد قال ألف مبروك لمصر وأهلها التأهل لكأس العالم. علي العجلان قال في تغريدته أجمل التهاني لمصر الحبيبة التأهل لمونديال كأس العالم 2018 في روسيا بجانب شقيقتها السعودية، مبروك لكل العرب. أي والله مبروك لكل العرب. أما مها عبد الله فقد قالت ألف ألف مبروك لمصر التأهل، والله وعملتوها يا أبطال. مشاهدينا أيضا جهزوا الشباب صفحتي نشوفها الحين. طبعا أنا أمس كنت أيضا باركت بدوري للشقيقة مصر التأهل لمونديال كأس العالم 2018 وفوزها على الكونغو. خلينا بسرعة خلينا نستعرض ردود أفعال والتعليقات اللي أكيد كانت من عدد كبير من المتابعين لحسابي. عموما دائما الدم العربي مشاهدينا واحد، وفعلا الفرحة كانت أمس كبيرة من أقصى الوطن العربي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كلنا أكيد نقول ألف مبروك للسعودية وألف مبروك لمصر هذا التأهل. مشاهدينا انتهى وقت البرنامج، بإذن الله بكرة أشوفكم وحلقة جديدة من برنامج الوطن اليوم. مع السلامة.